ملك الإفيه والنكتة والذهن الحاضر. أنا متعتي في إن أنا أسعد اللي حواليا. أنا كنت ضابط شرطة فاشل. قال لهم شوفوا لي واحد بدل مدحت شلبي ده، لأن ده هيبوظ الضباط وهيبوظ الاسم. حياتك بتحب الفلوس قوي. مين ما بيحبش المادة؟ إيه الواسطة اللي عند مدحت شلبي عشان يعمل كل ده؟ أنا استضفت أشهر 30 شخصية في مصر في هذا التوقيت. أذاعوا 9 حلقات وأقول كفاية عليه كده بقى يعني. ما يطلعش تاني. كان أكتر واحد زعت مباريات أهلي وزمالك في التاريخ يعني. دمرت الراجل معنا. بيبو وبشير بيبو والجون. سامحني يا بشير، سامحني الله يخليك. حضرتك محترف خروج عن النص. أنا ملك الخروج عن النص. هو قناع واحد لحضرتك مفيش غيره. إذا كنت مراوغة فأنا أكثر من مراوغ. بتشجع مين؟ بشجعك أنت. ما هو برضو من صراعات الهوى عند حضرتك إنه زمان كان الجمهور بالذات على المسرح لما ما يعجبوش أداء ممثل يحدفوه بالطماطم يحدفوه بالبيض لكن على الهوى مع مدحت شلبي الجمهور بيتصل يشتم لا وأحيانا بيتصل يوجه نقد أو إساءة لزملاء لدرجة إن حضرتك تم اتهامك بإنه مداخلات الجمهور أحياناً بتبقى مفبركة أو متزبطة. بجد والله؟ والله. لا حضرتك أكيد سمعت الكلام ده. أكيد مش جديد عليك. أقسم بالله عمري ما أعمل ده أبداً. لكن ممكن حد يشتمني ممكن. هي مرة حصلت. ودي ما مش من يعني مفروض ما تبقاش من الأخلاقيات يعني. إن عمل واحد مداخلة وبعدين واحد من بعيد شتمني. فقلت له شكرهولي. بس لكن مسألة إنه أنت تفتحي مكالمات وتبقي ضامنة اللي هيكلمك ده بني آدم محترم ما تضمنيش عشان كده احنا وقفنا المداخلات اللي على الهوى يعني لأن على الهوى ممكن جدا حد مزقوق عليكي حد ما بيحبكيش وده وارد الناس كلها مش هتحبك يعني لكن أنا عشان أزق حد يقول على زميل أقسم بالله عمرها تحصل ومش من أخلاقي إطلاقا ولا يمكن تكون حصلت لا يمكن بس حضرتك مدشن مدرسة التراشق بين الإعلاميين بمعنى وبدأت ما بين حضرتك وعلاء صادق مؤسس هل حضرتك بتعمل ده عشان في حقيقي نفسنا أو في حاجة تستدعي ده ولا عشان تطلع على المسرح يعني أنا مش عايز أتكلم عليه إنه دلوقتي هو في الغربة يعني وربنا معاه يعني هو كان مع الأسف كان كاس عالم تصفيات كاس عالم وإحنا وقتها كان المطبق إن الهدف خارج الملعب بهدفين طول عمرها كده الهدف خارج الملعب بهدفين ومصر كانت بتلعب وجبنا جون في الجزائر في السودان فأنا قلت إنه كده المفروض إحنا تأهلنا اتحاد الدولي وبلاتر قال لا مش إحنا اللي تأهلنا فأنا قلت إزاي طول عمرها كذا فهو ما عجبوش الكلام هو بيحب كان يعني ومن نوع يعني حتى كلامه بيركب جمل في بعضيها كده له اسلوب يعني ويحترم يعني انا ماليش تعليق على اسلوبه كلها حر في اسلوبه عمل عليها حمله بدون داعي يعني فلازم ارد بقى لانه طلع في كل الفضائيات يقول مدحت الجاهل مدحت كذا مدحت ما يصحش عيب يعني وانا ما قلتش حاجه من عندي انا طول عمرها كده ان هم في اللائحه حطوا كده بس دي طول عمرها كده ان الهدف خارج الملعب بهدفين وكل الكروين اللي سامعين دلوقتي عارفين الكلام ده كويس قوي يعني وبعدين يا سيدي انا غلطت ما تغلطش فيا غلط والله العظيم الحلقه اللي انا اصطدته فيها بس اصطدته في قصيده البغبغان اصطياد محترم يعني ولغايه وانا رايح الاستوديو ولغايه قبل ما اللمبه الحمراء تنور انا ما بعرفش اعمل مسجل خالص انا يا هوا اقول لهم مسجل ما سجلش هوا لانه بيطلع الكلام مباشر يعني فوانا قبل ما اللمبه الحمراء تنور انا ما اعرفش اقول ايه هل هرد هل مش هرد أول ما نورت حسيت إن لازم أرد يعني فديته قصيدة البغبغان اللي هو غلباوي بنص لسان دي يعني لكن مش في وبدأ طبيعي. التراشق وبدأ التراشق بس هو خلاص كان مشي بقى وبتاع لكن هو على يعني له أسلوبه الناس كلها عارفاه وحافظاه وحتى لغاية دلوقتي هو بيكتب أنا عمري ما بتابع الحاجات دي ولا بتابع غيرها يعني ماليش في السوشيال ميديا إطلاقا لكن أعرف إن هو بيدافع عن الأهلي ومش عارف إيه عشان ياخد شعبية الأهلي وحور ربنا يعينه يعني مين أقوى رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي في تاريخ النادي الأهلي بصي هو الناس كلها هتقولك صالح سليم
لانه كان الله يرحمه شخصيه وكاريزما، وانا قابلته قعدت معاه في مكتبه في 26 يوليو شخصيه فاخره. ولكن في رايي انا يعني انجح رئيس نادي كابتن حسن حمدي. حسن حمدي طبعا. والخطيب محمود الخطيب طبعا. الخطيب طبعا حاجه جميله جدا، وهو الخطيب تدرج في النادي الاهلي من عضو لامين صندوق، اعتقد اشتغل امين صندوق، لنائب رئيس مجلس اداره. والكابتن الخطيب من الشخصيات الجميله، واحنا تعاملنا مع بعض اسريا يعني، وطلعنا مره رحله في الغردقه وكنا هنغرق انا وهو يعني في الميه، لو اسرنا والكلام ده كله. في بينك وبينه اي خلافات؟ هو تصور ان في خلافات، هو تصور هذا لانه في الانتخابات انا يعني كلفت ان انا اعمل لقاءات مع المرشحين. فالمهندس محمود طاهر من أنظف وأنقى الشخصيات اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي جه. الكابتن الخطيب ما جاش. فالناس تصوروا إن أنا مع كابتن محمود طاهر أو مع المهندس محمود طاهر ضد كابتن الخطيب، ودي مش حقيقة إطلاقا. طب المهندس محمود طاهر أفضل ولا كابتن محمود الخطيب أفضل؟ سؤال صعب جدا، لأن المهندس محمود طاهر في فترته أولا هو راجل برنس وراجل يعني شبعان وكان بيصرف من جيبه على النادي، وكان معاه مجلس محترم جدا 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 يعني، وأدار النادي بكفاءة عالية جدا. كابتن الخطيب أكيد أيضا له إنجازاته، ما نقدرش نتكلم يعني، واخد بطولات واخد كذا واخد كذا يعني، الاثنين شخصيات كبار فالمقارنة صعبة. لكن ده هايل وده هايل، مش مراوغة والله، مش مراوغة. والمهندس محمود طاهر صديقي، والكابتن خطيب انا من جانبي بعتبره صديق، هو يعتبرني او لا هذا امره يعني، لكن هو دخل بيتي وانا دخلت بيته. هو زعلان من حضرتك بس عشان موضوع الانتخابات؟ اعتقد انه واخد على خاطره عشان موضوع الانتخابات يعني، وبلغني من بعض الناس اللي يقولوا هو مدحت يقف، انا ما وقفش ضده اطلاقا اطلاقا، بالعكس انا طلبته. مش عشان قناه بيراميدز، نادي بيراميدز؟ قناه بيراميدز قصه ثانيه بقى بعد كده. زعلته بقى، هي دي الزعله بقى. دي ممكن تبقى زعلته، هي دي الزعله بقى. ممكن دي تكون زعلته، يبقى انا معاك في دي. لكن في الانتخابات انا ما كنتش ابدا ضده اطلاقا والله خالص. بس بيراميدز طبعا احنا في قناه ويعني كان ليها ظروف يعني، وكانت من اجمل الاوقات اللي انا عشتها والله في قناه بيراميدز. سؤال تاني، اتفضل. نادي الزمالك بقى، اقوى رئيس نادي عدى على نادي الزمالك؟ كابتن حسن حلمي من غير ما افكر. كابتن محمد حسن حلمي من غير ما افكر. دكتور كمال درويش كان له انجازات عظيمه يعني، لكن يبقى المهندس محمد حسن حلمي هو رمز، هو رمز نادي الزمالك عبر تاريخه. راجل حكيم وراجل راقي وحاجه، لانه رؤساء الانديه انا بسميه ده رجل دوله يعني، رئيس النادي ده هو رجل دوله، لانه انت بتدير مؤسسه بحجم الاهلي او الزمالك بشعبيه جارفه، تصرفاتك بتدير جماهير، بتدير جماهير بالظبط كده طبعا، وجماهير مش قليله طبعا، ومش في مصر بس. طب لو طلبت من حضرتك ترتب لي ثلاث اهم رؤساء لنادي الزمالك. انا عارف انت عايزه توصلي لايه. هذه هي المراوغه، براوغ مع حضرتك. هذه المراوغه بعينها، براوغ. شوفي انا هحط طبعا المهندس حسن حلمي، وهحط الدكتور كمال درويش، واحد واثنين وثلاثه هنحطها نقط. ليه نقط؟ محدش يملاها؟ يعني خلينا نحكم الفترة الجاية دي. حسين لبيب ولا مرتضى منصور؟ مستشار مرتضى منصور له إنجازاته محدش يقدر ينكرها، وله أيضا إخفاقاته محدش يقدر ينكرها. كان مأخذي على إدارته لنادي الزمالك إنه دايما حاطط النادي الأهلي والكابتن الخطيب قدامه، وكان ما بيننا باستمرار مكالمات يعني خاصة، وكنت دايما اشاور في المنطقه دي انه دايما رئيس النادي هو رجل دوله يعني. لكن هو انجازات رياضيه، له انجازات رياضيه. وجوه نادي الزمالك الناس تقول لك انه كان عامل نادي حلو، اتكلم على اجتماعيا يعني. الاخ كابتن حسين لبيب لسه ما شفناش، لكن يحسب له انه هو خلص المديونيات بتاعه نادي الزمالك، ودي حاجه مش قليله برضه. طب ليه علاقة حضرتك بالمستشار مرتضى منصور فترة شهر عسل وفترة محاكم الأسرة؟ صح. لأنه هو كان من النوع اللي ما بيتقبلش أو النقد. وهو دايما حتى يقول لك انقدني أنا بس مالكش دعوة بالزمالك. الإعلامي شغلته دي يعني، إحنا لو مش هنتكلم في أكبر ناديين في مصر هنتكلم في إيه؟
وبعدين احنا بنتكلم لان عندهم قاعده جماهيريه كبيره طبعا. وقاعده جماهيريه دي من حقها ان تعلم. وبعدين انا ما كنت بنتقد نادي الزمالك كنت بنتقد النادي الاهلي ايضا. ولما انتقدت صفقات في الزمالك انتقدت صفقات في النادي الاهلي ايضا. مساله مش واقفه على ده دون ده. طيب في الصراع على الجماهيريه مين اكثر شعبيه؟ كابتن احمد شوبير ولا كابتن مدحت شلبي؟ طبعا السؤال ده ما ينفعش انا اجاوب عليه، الجمهور هو اللي يجاوب. لكن اللي اقدر اقوله في المنطقه دي ان احنا انا والكابتن شوبير ضرب واحد. بمعنى يمكن انا بدات قبليه بشويه في الاسبوع الرياضي والكلام ده كله في التلفزيون المصري، هو كان واخد مساحه اكبر لما بدا في دريم وانا كنت بروح له كضيف كمحلل في دريم وبعدين اشتغلنا احنا الاثنين وتقدمنا احنا الاثنين واتصور بفضل الله يعني الناس بتعتبرنا يعني في المنطقه دي من الاوائل يعني في المنطقه دي. هو له اسلوبه وطريقته وله كل الاحترام طبعا وانا ليا اسلوبي وطريقتي واذا كانت الناس بتحترم هذا دي حاجه جميله جدا. لكن دايما الخلاف مع حضرتك بيروح لمنطقه فيها تراشق، منطقه عنيفه، منطقه صوتها عالي كلنا بنسمعها، الجمهور كله بيسمعها عاده. ومش بقول كده يعني دبلوماسيه، انا ببقى رد فعل عاده. واحيانا وانا قلت له الكلام ده كنت تقصدي كابتن شوبير تحديدا قلت له احنا احيانا بيبقى شويه فلفل وشطه كده عند الناس يعني الناس يحبوا دايما يشوفوا بعض الحاجات مش مفتعله بس محطوطه في مكانها بشكل قوي شويه ودي بتبقى زي ما تقولي بهارات الاعلام احيانا يعني. لكن انا كمدحت والله في حياتي كلها عمري ما ببقى الفعل، ببقى رد الفعل. انا ما اسيبش حقي ودي طبيعتي، ما اسيبش حقي ابدا ابدا مادام يعني رحتي في حته تمسني لا لازم اروح لك، بس مادام رحت لك وانت رحتي لي خلاص انتهينا، الموضوع انتهى يعني. وهو حبيبي وصديقي وعشره عمره. حضرتك ما بتسيبش حقك. صحيح زي ما قلت. صحيح. احمد حسام ميدو ليه كميه الهجوم عليه؟ مره قلت مدرب المنتخب ضربه بالقلم، مره حصل خلاف حوالين النني بسبب النني عمل لك ايه؟ ومره قلت انه وقت الخلاف علشان موضوع النني قلت عليه مدرب ضعيف وما اضافش اي انجازات. انا قلت كده؟ انت اصدق، انا بنسى يعني. خليني اقول لك طبعا انه اولا ميدو حبيبي وصديقي واحنا دايما على اتصال ببعض حتى لو ما تقابلناش يعني. حصل تراشق عنيف بينكو وهو طلع على تويتر ويعني وكتب وقال ما لا يقال. ما لا يقال. مالك في الخمر. بتتصالحوا ازاي بعد كده؟ ولا حاجه، بنتقابل عادي جدا ونتصافى وانت قلت وانا قلت وما تزعلش حبيبي حقك عليا وخلاص خلصت. بتقيمه ازاي كاعلامي؟ ميدو انا ميدو شاطر. ميدو شاطر. ميدو اصله ذكي. ميدو من الشباب اللي عندهم ذكاء فطري وبيعرف يشتغل في كل من عامل فيلم كمان عمل فيلم قريب كان في السينما حاجه زي الحريفه الحريقه بالظبط كده يعني انا ما شفتوش بس عرفت كده يعني شاطر في التجاره ميدو شاطر بيعمل نادي اعتقد او حاجه زي كده درب انا ما قلتش عليه درب طب هو كمدرب بصي هو يعني انت بتحسب ان المدرب دايما ايه انجازات ربما هو ما كانش عنده الوقت الكافي عشان يعمل انجازات عشان كده لما انتقدت قلت ما عندوش اي انجازات كمدرب يعني انا مش فاكر انا قلت كده بس اذا قلت كده يبقى وقتها لانه ما فيش ما هو انجازات يعني ايه يعني بطوله دوري او كاس او سوبر او افريقيا او الى اخره ربما هو ما اتحتش له مساحه ان هو ياخد وقت وكابتن مدحت في ايه عنده دول عندي ايه؟ دول في التدريب؟ في التدريب؟ انا مدرب على قد انا اشتغلت في القسم الثاني على قد انا غلبان انا اشتغلت في القسم الثاني ما اشتغلتش في الدوري الممتاز ايوه بس انا صعدت فرق ولعبت تصفيات وصعدت ايوه دوري بس برضه مش سوبر ومش دوري ممتاز ومش لا 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 انا غلبان انا ما لعبتش في اهلي وزمالك مادام ما لعبتيش في اهلي او زمالك تبقي غلبانه طب قلت عليه كده ليه؟ على ميدو؟ ده تقييمك ليه كمدرب انه ملوش انجازات عشان ما عملش الحاجات دي؟ لا ملوش انجازات دي مش معناها ان هو مش مدرب كويس لكن هو حبيبي يعني في كل الاحوال مش هنقع في بعض كمحترف نعم ايه رايك في هجومه على محمد صلاح؟ ميدو يعني؟ عنده حق ولا الموضوع فيه نفسنا؟ محمد صلاح لا جه زيه ولا اتصور هيجي زيه محمد صلاح من كوكب آخر خرج من مصر
وتألق في سماء العالم. أنا كنت بعلق في أسبانيا على ريال مدريد مع برشلونة قدام الكشك بجيب شوكولاتاية، لقيت المجلات الأسبانية هو في صدر الصفحات، محمد صلاح. ده شرف عظيم. قلت قبل كده يحقق ما يحققه مليون سفير مصري في العالم، فما ينفعش إن إحنا نقلل من محمد صلاح بأي شكل. يعني واحد معانا يقول لك مش عارف ده 30% موهبة، مش عارف موهبة إيه، وده ده راجل، ده راجل هداف في ليفربول وهداف في أوروبا. أي حد يطلع يتكلم على محمد صلاح، أنا ما أعرفش، ما سمعتش ميدو باي ذا واي، والله ما سمعته. يعني بتكلم بشكل عام، أي حد يتحدث عن محمد صلاح اللاعب اللاعب يبقى بيهرج، يبقى بيهرج أو منافسن. هو في المنتخب ولا أحمد حسام ميدو؟ زي ما قلت لحضرتك، محمد صلاح ما يتحطش جنبه أي حد في الميزان إطلاقا. حتى لو كان حسام حسن؟ حسام حسن نجم كبير وعميد الكورة وعميد لعيب العالم، وقالوا أن أحمد حسن بعد كده أخذ الأهداف أكتر وبيتخانع حكاية عميد دي، بس مش هي دي القضية يعني. لكن محمد صلاح راح في منطقة تانية خالص. إحنا هنا بننقش مع بعض، لكن الراجل ده بينقش في العالم. إحنا هنا بننقش محلي بنطبخ، لكن هناك بيأكلوا سوشي وحاجات تانية يعني. فإحنا في قصة تانية خالص. محمد صلاح ما نتكلم عليه لازم نرفع القبعة ونقول تعظيم سلام لهذا المصري اللي اتعملت له أغاني بالإنجليزية بيغنوها في المسارح وفي الملاعب. مين بقى تقولي لي في مصر ممكن يعمل ده؟ طب شايف إزاي محمد صلاح بيلعب في المنتخب وحسام حسن مدير؟ أوكي، ده سؤال مهم. محمد صلاح بيلعب في أوروبا بستايل معين مع نادي ليفربول. محمد صلاح حواليه لعيبة بقماشة معينة، فتركيبة أداؤه في ليفربول اللي انطبعت عليه هي تركيبة متوائمة مع المحيطين به من اللاعبين الكبار. منتخب مصر ما هواش شبيه بلعيبة ليفربول لما يجي صلاح يلعب، لكن حسام حسن طول عمره بيلعب مع المصريين دول. لما تحط بقى محمد صلاح مع المنتخب ولا حسام حسن مع المنتخب وتعد الأهداف والكلام ده كله، حسام حقق بكتير، لكن صلاح مع المنتخب القماشة اللي حواليه هي دي. جمهور الكرة في مصر الأهلي أكتر ولا الزمالك؟ هو لما بنفتح التذكرتي والحاجات دي كله جمهور الأهلي بيبقى أكتر، ولكن أنا أعتقد يعني أنه النسبة مش بعيدة قوي يعني، يعني ربما 60-40 ربما، وربما أكتر، ربما أكتر من 60 الله أعلم. لكن أنا بحاول أقرب المسافات شوية. طب وجهة نظر حضرتك نادي القرن في أفريقيا الأهلي ولا الزمالك؟ لا، نادي قرن الأهلي طبعا، طبعا الأهلي طبعا، ده بالأرقام يعني. هم بيقولوا بالأرقام الزمالك الله أعلم، لكن أنا أعتقد، وحتى الاتحاد الدولي قال إن نادي القرن هو، مش هنكذب بقى الاتحاد الدولي يعني. مجاملة غير موفقة من وجهة نظرك قبل ما تقولي. حضرتك قلشت على إمام عاشور وهزرت عليه عشان النطة اللي نطها وجاله ارتجاج في المخ لما لاعب في الهلال السعودي عمل نفس النطة. بس دي مش مجاملة لحد خالص. اتهاجمت من الجمهور ومن زملائك ومن اللي رايح واللي جاي. اتقطع. طبعا الناس احيانا الجمهور، وطبعا خلي بالك في لجان، وانا حتى رميت قلت اصل انا ما عنديش جيمي، وجيمي عارف نفسه هو بيسمعني دلوقتي من غير ما اقول جيمي ده مين يعني، لان هو بيدير اللجان يعني. انا بعمل افيه، انا بعمل افيه، ان ماتش الكوره احيانا بيبقى ماتش الكوره احيانا ما بيبقاش لذيذ. جيمي ده شغال في النادي الاهلي؟ واخده بالك؟ فما ينفعش ان انا يعني امشي المباراه كلها ستيف قوي اذا كانت حتى مش لذيذه يعني. لازم نرمي شويه حاجات الناس تنبسط. يعني اخر ماتش الاهلي والزمالك ده الناس تتبسط تتريق على امام عاشور؟ عشان ما اتريقتش اطلاق. اللي بيقول لك ان انا اتريقت نط ايه؟ قلت له نط عادل ولا نط كويس يا امام يا عاشور؟ هناك في لاعب في الهلال، لاعب عظيم، هو لاعب الدوسري النط، عمل نفس عمل نفس النطه، احسن لاعب في اسيا. فهو بعد ما جاب جون، لعيب فز يعني، جاب جون عمل براوليه لفتين في الهواء ونزل على رجليه. امام حبيبي وامام لعيب عظيم باي ذا واي يعني، وحاجه فاخره ومكسب كبير قوي للنادي الاهلي يعني، اوعى تشيلوا دي في المونتاج. إمام عاشور لاعب عظيم جدا، في التمرين بيعمل باكورد عادية، باكورد عادية مش نط في الهواء بقى بتاع. هو حبيبي وقع على راسه وحصل له ارتجاج وبتاع بقى. فأنا بربط بقول يا إمام ما تبقاش تعمل كده تاني.
شوفنا دي براولة وفي الهواء بتاعه وإمام ما تعمل كده يعني. الناس أخذوها، أنا بهرج بضحك. طب إيه الصفقة الأفضل، انتقال إمام عاشور للأهلي ولا عبدالله السعيد للزمالك؟ في الوقت الحالي أكيد بحكم السن إمام عاشور، لأن إمام عاشور لسه في بداية العشرينات، عبدالله لعيب عظيم بس تخطى مرحلة التلاتين. أنا ما جيت أتعاقد كنادي لما أخذ لعيب ويلينج لسه صغير طبعا أقوى، بالإضافة طبعا لموهبة إمام الكبيرة الحقيقة يعني. كنت أتمنى إمام يستمر في التجربة الاحترافية بره بيضاوية يعني، لأخر بما أنه جه مصر وحطينا المقارنة، عبدالله لعيب كبير جدا، لكن الصفقة الأقوى طبعا يا إمام أكيد يعني. في الصراع مع النفس بقى، ما بتجيش لحظة حضرتك بتلوم نفسك إنك أحيانا ممكن تكون حد، ممكن تهريجة أو إفيه يخبط في حد يعوره؟ مين فينا ما بيراجعش نفسه؟ أكيد في بعض المواقف أكيد كان ممكن أبقى أدائي أفضل من كده، أو ممكن كنت أتجاوز عن أمر ما توجه لي وكان يجب أن أنا أكون أكثر هدوءاً في الرد يعني. طبعاً بتحصل لنا كلنا ده أكيد يعني، لكن بشكل عام أنا ببقى واخد بالي من اللي أنا بقوله يعني، ببقى واخد بالي من لأنه إحنا على الهوا وكلمة بتلف الدنيا كلها زي ما أنت عارف. فإذا كانش الواحد واخد باله قوي ومنضبط في مخرجات كلامه بصرف النظر عن معلول يعني، بيتوقف يا كابتن. أنا توقفت تقريبا مرتين على ما أتذكر والله، أو أكثر والله ما أنا فاكر. أربع مرات. تكلمي جد والله؟ والله ما أنا فاكر. أنا دي بتاعت طبعا ما هم مش مهمين، حضرتك بتهتم أكتر بنتيجة الإفيه، رد فعل الإفيه. أنا طلعت على المسرح ومصر كلها بتقول الإفيه، فأنا تمام، أوقفوني بقى أنتوا حرين. يعني تقصدي ان انا بضربها عشان تبقى ترند وبعد كده اللي يحصل يحصل؟ لا، انت بتضربها هي بتطلع، انا عارفه ان هي بتطلع. تطلع طبعا. بس لما بتضربها وبتبقى ترند مهما حصل بعد كده ما بيعكرش مزاجك قوي، لان الترند بسطك. الترند كيفك. بالظبط، الترند مكيفك. في حد ظلمته او اكتشفت انك ظلمته حتى لو بدون قصد؟ افتكرت دلوقتي حاجه. كانت واخده اون سبورت مباراه حصري مصر وغانا. حصري. معنى حصري مصر وغانا تصفيات افريقيا. فطبعا اعلانات مصر كلها تيجي عندك طبعا. فالكابتن شوبير وقتها كان في صدى البلد. فبدا يتكلم على ان هم كمان هياخدوا الحقوق. وبدا يؤكد للجمهور ان الحقوق بتاعت المباراه دي في صدى البلد. ودي مش حقيقه طبعا. فجولي الجماعه بتوع الاعلانات وجالي المسؤول بتاع القناه، اطلع كدب واقطع واعمل وساوي، لان ده هيأثر على المعلنين اللي جايين. لان انت اكسكلوسيف غير لما يبقى في قناه اخرى. هتهز السوق شويه. واخده بالك؟ خاصه ان هو كان بيؤكد ان الماتش موجود على القناه دي يعني. فانا طلعت عملت ملحمه شويه يعني، كنت مزودها انا شويه يعني، زودتها شويه يعني. واخده بالك؟ لكن كان لازم اطلع عشان اعمل ده. عشان اعمل البالانس بتاع ده. واخده بالك؟ وعدت. واحنا حبايب زي ما قلت لك واصحاب يعني. من الصراعات للمورال مع كابتن مدحت شلبي. على مسرح الكورة والاحتكاك الحاد مع الجماهير ومع الزملاء، بتلاقي وقت تهدى وتتأمل وترتاح ويبقى عندك شوية سكينة في الحياة؟ أنا راجل بيتوتي جدا، أحب البيت قوي قوي يعني. لعمرك هتلاقيني في كافيه، مع كل الاحترام اللي بيقعدوا في كافيهات يعني، لكن أنا دي طبيعتي. ولا هتشوفيني في أي مكان عام إطلاقا. أنا بخلص شغل بروح، حتى أنا يعني دايما بسمي نفسي إيه، روتيني وممل. يعني ايه؟ اروح في البيت مكاني، سحر عارفه الحته دي بتاعتي اقعد فيها. في الاكل الكرسي ده بتاعي ما غيروش خالص. يعني بشكل عام ترتيبتي في الحياه نمطيه شويه. وعندي دايما حلم متكرر ما اعرفش ليه، ان انا وانا نايم يعني اجي نازل ما الاقيش العربيه بتاعتي، واقعد ادور عليها ما الاقيهاش. يعني لو حد بيفسر احلامي بيقول لك وتقولي لي. يقال ان العربيه في الحلم دنيا. بجد؟
طب ده معناها ان انا ايه دنيتي راحت يعني؟ ما تتخضش بهزر معاك. مش عارف، ده حلم متكرر عندي على طول على طول. في وسط الصخب والكوميديا اللي ماليه حياتك المهنيه، ايوه، ايه الموقف التراجيدي اللي مدحت شلبي ما قدرش يتخطاه؟ بكيت. على ايه؟ في مباراه مصر والكونغو، ودي كانت المباراه الفاصله لتاهلنا لكاس العالم 2018 في روسيا، وفاضل ماتشين بس في البطوله كلها ونروح كاس العالم. ماتش منهم الكونغو عندنا هنا، والماتش الثاني في غانا مش هيبقى له اي قيمه لو احنا كسبنا هنا. لكن لو ما كسبناش هنا كانت غانا هتقطعنا في غانا. فكل المعطيات و85 الف متفرج بيتفرجوا تقول ان مصر هتكسب وهتكتسح وانا اللي بعلق، ومجهز بقى كلام بالروسي ومش عارف ايه وشرباكوخ وبتاع ومحمد سلاخوب كده يعني. فجأة في الدقيقة 86 الكونغو جابت جون، تعادلنا 1-1، ضاع الحلم وضاع الأمل، مصر مش هتروح كأس العالم، واخدة بالك؟ وال 85 ألف اللي في المدرجات والملايين اللي ورا الشاشات بيسمعوني دول، قلبي هينفطر ومش عارف أتمالك. وبعدين فجأة جات لنا ضربة الجزاء في الدقيقة 94 آخر دقيقة في الوقت الضايع. ودخل محمد صلاح، ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد صلاح محمد صلاح، ودخل محمد صلاح جون، بكيت بحرقه، والبكا ده وصل للناس كلها والناس كلها عيطت في البيوت. وما هو اكثر من هذا، مواقع في امريكا وفي المانيا وفي انجلترا مش فاهمين اللغه، بس تحت عنوان المعلق الباكي جابوا صوتي بالبتاع وانا ببكي بالموقف، يعني هم مش فاهمين الكلام ايه بس المعلق الباكي يعني. ودي كانت يمكن اكتر مره يعني تاثرت قوي وانا بعلق. قول لي مره بعيد عن الكوره، حاجه تراجيدي بعيد عن الكوره عيط مش قادر تتخطاها بتبكيك. طبعا هو وفاه والدتي الله يرحمها، واخده بالك؟ دي كان والدتي دي كانت عشق حياتي. انا والدي توفى وانا عندي 6 سنين، ما لحقتش احس بيه يعني. لكن والدتي اللي ترملت زي ما حكيت لك وعاشت واول اخر بتاع، وحتى جيت قبل وفاتها باربع ايام كان بيعملوا برنامج في الاذاعه اسمه اغاني وعجباني. كان بيجيبوا الضيف يقول حاجه وبعدين يحط اغنيه. فهي كان جنبيها الراديو ترانزستور. فانا قلت لها عيد امي عيد امي، كانت هو عيد الام وقتها، خير عيد عيد امي عيد امي، خير عيد في الدهور، عانقتني فيه امي حين قدمت الزهور، أنت يا أمه روحي أنت إسعاد لنفسي، بلسم يشفي جروحي في عناقي أو بلمسي، نعمة الكونين فضلك بهجة الدنيا رضاك، يا منى نفسي وعيني عزتي في ساعديك، عيد أمي عيد أمي. رجعت طبعا تعيط، وهي بكت يا عيني وأنا بكيت، ولما 3-4 أيام وفارقت الحياة. دي كانت أكتر لحظة ما تتنسيش في حياتي الحقيقة يعني. اتبسطت باللحظة دي إنك قلت لها ده قبلها؟ ما تذكرت إنك وصلت الحب، وصلت لها أحاسيسي، وفي لحظة هي كانت على فراش الموت يعني وكده يعني، فلحظة ما تتنسيش. إيه الأمنية اللي فات أوانها ما اتحققتش ومش هينفع تحققها؟ ان انا العب في الاهلي او الزمالك. كده انا اتاكدت ان الاهلي مش النادي اللي لعبت فيه. لا ما لعبتش في الاهلي او الزمالك. ايوه كده انا صدقت خلاص. لا اتاكدت انه مش في الدرجه الاولى، في الدرجه الاولى مش في الناشئين. اوكي، في الدرجه يعني تحت الاضواء يعني. تحت الاضواء. كنت احب ابقى في الاهلي او الزمالك عشان الناس يعني اذا كان عندي شيء من الموهبه تشوفها يعني. وممكن ابقى لعيب على قدي برضه، الله اعلم. المورال، عايزه حضرتك تقف على المسرح تقول لجمهورك من قلبك بدون أقنعة بدون افتعال بمنتهى الصدق، المورال، خلاصة الحدوتة. حاضر. موافق؟ طبعا. هتطلع على المسرح؟ حاضر. مساء الأنوار عليكم جميعا. يعني طبعا في ختام هذه المسرحية وهذه الحلقة الجميلة، وأنا مش مدرس ولا واعظ، لكن من خلال الخبرات في الحياة أقدر أقول
ان الصراعات شيء الحقيقه بتوقن بعد فتره انه امر ما يجب ان يكون. الصراعات، الاحقاد، الكلام ده كله يجب ان نتخلص منه جميعا. يمكن عبد الحليم حافظ قالها: وستعلم بعد رحيل العمر بانك كنت تصارع خيط دخان. فنرجو جميعا نكون احباب واصدقاء، نتناسى وننسى اذا كانت هناك اساءه ونعيش في سلام كلنا. وبما ان انا راجل بتاع كوره فبواجه كلامي ده اكتر لجمهور الناديين الكبار اهلي والزمالك. عايزين نبقى دايما متحابين وعندنا علاقات طيبه مع بعض عشان الكوره بتاعتنا تتقدم اكتر واكتر. اشكركم شكرا جزيلا.